للخير ناس طيبين وحب كل ما هو ثمين. السعادة الحقيقية ما هي؟ السعادة ما هي في جمع فلوس، والسعادة ما هي في بيوت ضخمة ولا في قوارب صيد السمك أو البحر ولا السيارات الجديدة الكبيرة أو غيرها من الحاجات المادية اللي ينظرون فيها الناس. بالنسبة لي أنا سعادتي عندما أرى يتيم من أيتامي تخرج من الجامعة. للخير ونشر الدين، للخير ونشر الدين، كم أنقذوا من ناس وعطوا بكل إخلاص، صاروا لنا نبراس للخير ونشر الدين. تنتصف المشاعر اليوم بين الفقدان الراحل دكتور عبد الرحمن الصميط وبين الاعتزاز والفخر بالتواجد في هذا المكان الذي يعتبر من أهم رواد العمل الخيري. دكتور عبد الرحمن الصميط تم اختياره اليوم من قبل نادي الصحافة والإعلام كأفضل الإعلاميين العرب وأيضا مسلمين في العمل الخيري والإنساني والاجتماعي منذ عدة سنوات، منذ طفولتي وأنا في 14 كان هو أول من سمعت عنه من الكويت. لم أكن أعرف أي شخصية من الكويت، كان هو الأول والأسبق. كنت أستمع إليه عبر إذاعة القرآن الكريم، كانت له عدة برامج يحكي فيها عن رواياته وتجولاته في أفريقيا. كانت هذه هي البداية التي جعلتني أحب الكويت وأهلها وعلمتني كم هم طيبين وشجعتني على العمل الخيري، وكانت هذه بمثابة تربية إنسانية وخيرية. وأنا لم أشاهد هذا الرجل ولم أعرفه. بدأت أكتب قصص للأطفال عن من خلال القصص التي كان يرويها، ومنها الشيخ الكويتي والطفل الأفريقي. ربما لم أكن حتى ذاك الوقت، كنت في 14 من عمري، ربما لم أكن أعرف حتى اسمه، ولكني عرفت العمل الخيري والإنساني وكيف أن يترك إنسان قصوره وبيوته وحياته وأمواله وأولاده من أجل أن يبقى مع المحتاجين حول العالم. هذه هي الرسالة الإنسانية التي نحتاجها في هذه الأثناء في الوطن العربي خاصة، وأننا في عدة فتن تدور بيننا وبين أشقائنا في الوطن العربي، نحتاج فيها إلى التماسك والتكاتف والعمل الخيري ومساعدة والنهضة. علمني اليوم ولا تعطيني فقط المساعدة، هذا ما أرجو أن يقوم به أيضا القائدين في جمعيات الخيرية بالكويت والوطن العربي، وأيضا في العون المباشر أن يقوموا على تربية واستقطاب الأطفال والناشئة بتعويدهم على العمل الإنساني. فالكويت دائما رائدة، وربما هي الوحيدة التي تقدم ولا تطلب المقابل. هو رجل بأمة أو بأمتين، العربية والإسلامية، أسلم على يديه العديد حوالي 11 مليونا، وهو لم يكفر ولم يسب ولم يشتم، بل بأخلاقه فقط وإنسانيته وتعاونه آمن بإيمانه الجميع. أتمنى أن تنتقل الصورة في المستقبل بين العديد من أبناء الأمتين العربية والإسلامية لتقديم المزيد من الأعمال الخيرية، ونحن هنا في نادي الصحافة والإعلام مشجعين لأي عمل إنساني وخيري، ونشد على أيدي الشخصيات الإنسانية للمزيد من الخير والعطاء. نحمد الله ونشكر أن من أبناء هذه المراكز من الأيتام تخرجوا برتب جيدة، سفراء، وزراء، أطباء، مهندسين، محامين، مدرسين. في هذا اليوم حقا أنا سعيد في وجودي بين الأخوة في نادي الصحافة والإعلام، مبادرتهم لتكريم أفضل الإعلاميين العرب وخصوصا في الجانب الإنساني، حيث تم اختيار الدكتور عبد الرحمن الصميط رئيس مجلس إدارة جمعية العون المباشر الأسبق رحمة الله عليه، وكذلك هذا يعني يتوافق مع اليوم اللي تم اختيار فيه قائد الإنسانية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح،
وكذلك اختيار الكويت مركز العمل الإنساني. وهذه المبادرة تدل على أن نادي الصحافة والإعلام حريص على إبراز القدوات للشباب والشابات بخصوص العمل الإنساني والقدوات اللي تقدم دفعات إيجابية لمجتمعاتها، وإن شاء الله تكون على مستوى الوطن العربي والعالم أجمع. وجمعية العون المباشر حريصة على استقطاب الكفاءات الكويتية من الشباب والشابات ليكونوا صف ثاني وثالث لقيادة العمل الخيري في المستقبل القريب وكذلك المستقبل البعيد، وهذا إن شاء الله يكون له يعني ثمرة نجدها بعد 15 20 سنة من قيادات العمل الخيري تكون كلها من الأجيال اللي بدأت تدخل العمل الخيري من السنة هذه. واقتنعت قناعة تامة بأنه لا قيمة لحياتي إذا لم أساهم في تغيير واقع سلبي أو مر في حياة الآخرين. حاب أشكر نادي الصحافة والإعلام على اختيارهم هذا العام لمؤسس جمعية العون المباشر الدكتور عبد الرحمن السميط رحمة الله عليه. اختيارهم يعني للسنوات الماضية لمهتمين بالعمل الخيري صراحة يدعم اسم الكويت كمركز للعمل الإنساني ويبرز هذه الشخصيات المحبة للخير. الدكتور عبد الرحمن سميط رحمة الله عليه كان حريص من ناحية الإعلام، رغم أنه يعني ما كان متخصص في الإعلام لكنه كان حريص على الإعلام الصادق، نقل الصورة الحقيقية والتوثيق وجعل الإنسان في أنحاء العالم يعيش حياة الإنسان الأفريقي والفقير والمحتاج ويتعايش معها، كانت يعني مهارة اكتسبها بالممارسة وبرز فيها، وكانت سبب في يعني بفضل الله يعني حب أهل الكويت وحب أهل الخليج والوطن العربي للخير وحبهم للمساهمة ودعم المحتاج. التوثيق والمصداقية كانت سبب رئيسي في ذلك. احنا في جمعية العون المباشر في قسم العلاقات العامة حريصين على أن نوصل هذه المفاهيم وحب العمل الخيري والإنساني للأجيال الصغيرة من خلال دعمنا وزيارتنا لمدارس المختلفة المراحل، استضافة الأندية عندنا في جمعية العون المباشر، وكذلك تنظيم مهرجان هو حملة، بس هي أنا يعني أشوفها مهرجان لسبب واحد، أنه يشارك فيها جميع الأجيال الصغار، هي موجهة للطفل لكن تشارك فيها جميع الأجيال الكبار وصغار والسيدات الكبار في السن، فقط لغرس قيمة العطاء والإحسان بعطاء من خلال حملة من الكويت نهديكم حبا اللي نظمناها لثلاث سنوات متتالية، وإن شاء الله في الخطة يعني استمرار هذه الحملة بإذن الله تعالى، وحملات أخرى إن شاء الله يعني نكون سعيدين في أن نكون سهم في أن نغرس هذه القيم الجميلة في النشأ الجديد حتى إن شاء الله تنشأ على حب الخير ويكون العطاء يعني جزء أساسي من حياتها. شكرا مرة ثانية لنادي الصحافة والإعلام لمبادرة الطيبة.